أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يحدث الآن لإخواننا في العراق يعتبر جهادا؟ وماذا يجب عليهم؟ وهل صحيح أنه صدر من سماحة المفتي فتوى بجواز القنوت؟ أما الفتوى ما سمعت شيء ولا أدري، ما سمعنا شيء ولا صدر شيء مكتوب، العادة أنه يصدر شيء مكتوب ويعمم. وأما الدعاء يا إخوان ما هم ممنوع، تدعو لإخوانكم ما هم ممنوع ولا هم مقصور على القنوت، تدعو لهم وانت جالس وانت ماشي وانت راكب بسيارك انت وانت تصلي، تدعو لهم، تدعو لهم في قنوتك الوتر آخر الليل، ما هم ممنوع. لا يعني ما يكون الدعاء إلا في القنوت في الفرائض، لا الدعاء مفتوح ولله الحمد، تدعو لهم. وأما مسألة الجهاد لا شك أنهم يدافعون عن حرماتهم وعن دمائهم وعن، فهذا جهاد، إذا صلحت نيتهم فهم مجاهدون في سبيل الله. اللي يدافع عن دمه وعن حرمته وعن عقيدته وعن، لا شك أنه في سبيل الله عز وجل إذا كان هو في نفسه مستقيما على الإسلام ويجاهد دفاعا عن الإسلام وعن حرمته وعن ماله وعن بلده، هذا مجاهد في سبيل الله. نعم، أحسن الله. الضابط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاهد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.